صرت أنا بعمل عدوى تقريبا في سنة 2000 عن طريق تعاطي المخدرات. بس الحمد لله والشكر يعني أنا أشوف الجاني يعني كان لصالحي أولا من ناحية تعاطي المخدرات، لأنه فعلا يعني أنا ما بدني عن هالدرب طريق المخدرات إلا شيء واحد، إنه هو يوم اكتشفت فعلا إني أنا مصاب بهذا المرض. بعد ما اكتشفت المرض، طبعا اكتشفت أنا المرض عن طريق مستشفى، وكنت أتعالج فيه عن طريق عن الإدمان، بسبب الإدمان اكتشفوا المرض، وطبعا تم إبلاغ ذوي بالأب الأهل. وهاك الوقت طبعا كنت غير متزوج وعزب. طبعا انصدمت بالمرض، اخذت حالي حال المجتمع الحالي، يعني الفكره اللي هو ماخذينها عن المرض سبب الايدز، يعني شيء كبير، مرض قاتل وخلاص. بس لحسن حظي يعني كنت في مستشفى عند اطباء نفسانيين، يعني وصلوا لي المرض، يعني حسنوا صوره المرض، يعني وصلوا لي اياها بطريقه مناسبه، وما زلت يعني ما تقبلت الشيء هذا. بس الصدمه الاكبر اللي انصدمتها برا على المستشفى، المجتمع، هي بدايتها مع الأهل، ابتدت مع الأهل. طبعا أنا طالع من المستشفى على أساس رايح البيت، هذا أول مشوار للمرض معايا. قبل ما أدخل البيت طبعا منعت من دخول البيت، منع نباتا، يا ابني انت في كذا وكذا وكذا وكذا، المرض مصاب فيه وما نقدر نخليك في هالمكان. طبعا انا مصدوم من المرض، وهاي صدمه ثانيه جتني. طيب والحل؟ الحل بنشوف لك مكان تجلس فيه وغيره. طيب حاليا يعني والله ضليت ما يقارب الشهر وأنا من مكان لمكان، من بيت لبيت. خلال هذا الشهر طبعاً الخبر انتشر كل مكان عن طريق الأهل، وصل للأصحاب، تفاجأت بتخلي الأصحاب عني واحد ورا الثاني. فصار يعني ما لقيت مكان، لدرجة أني ما لقيت مكان أنام. فكان قدامي شيء واحد حلو، لجأت للطبيب، دخلت المستشفى مرة ثانية. دخلني للمستشفى لمدة تقريبا ما يقارب 6 شهور. الـ6 شهور هذه بس لسبب ان انا ما عندي مكان، ويحاول يوصل فكرة المرض هذه انه هو مرض طبيعي وممكن تتقبلونه في البيت، لا بس رفضوا، يعني رفضوا، ما اقتنعوا في الموضوع هذا. فكملت ما يقارب 6 شهور أو أكثر في المستشفى. آخر شيء يعني صراحة مليت، يعني أنا طلبت منه يطلع، قال لي بتطلع وين بتروح؟ شو المكان اللي بتتوجه له؟ قلت له عندي ناس بتوجه لهم يعني حاليا معهم. وفعلا تميت على هالحال، توجهت للناس وجلست معهم فترة، اكتشفوا بالمرض هم بعد، وواجهت نفس الصعوبة من مكان لمكان. المهم فاضطريت اني انا قدامي حل واحد، اني طبعا اول شيء اتسلف مبلغ امن لي مكان لمده سنه ولا اثنين يعني اجلس فيه كانسان طبيعي. وفعلا توفقت في هالشيء، اقترض مبلغ ودفعت ايجار سنتين. في هذاك الوقت الحمد لله الله فتح علي، بس يعني فعلا المرض كان سبب رئيسي لترك المخدرات. هذه الفترة كلها قاومت الحمد لله، يعني حاولت قد ما أقدر أني أنا ما أرجع للطريق اللي أنا كنت فيه، هذا اللي أنا قدرت أقاوم فيه. فالله فتح علي واشتغلت في وظيفة خاصة، لقيت وظيفة خاصة والحمد لله ترقيت فيها، ويعني استلمت مرتب ممتاز وكل شيء، حالي حال الإنسان الطبيعي. ولقيت بنت الحلال،
تزوجت انا وهي مصابين بالمرض. طبعا اكتشفنا طبعا مراجعاتنا الطبيه وهذه الاشياء اكتشفنا انه ممكن ننجب مع الادويه الحاليه، يعني نسبه كبيره ممكن الطفل يطلع سليم. طبعا في الوقت هذا النسبه اكبر، وفعلا انجبنا الطفل سليم ومعافى والحمد لله بخير. نزل قرار وزارة العمل بضم المواطنين لهيئة المعاشات، هذا لو تتذكرونه نزل في 2006 2007. هيئة المعاشات توجهت لهم، انصدمت فيهم يبغون فحص طبي، فحص طبي، وهم هالفحص هم بيقومون بمخاطبة الشركة، فأنا اللي علي إني أسوي فحص طبي، يعني ما في مجال إني أنا استنى ولا أتناقش في هذا. طبعا بينفضح عملي وبتفنش من هالشيء كان. بس جمعت والله كان لي يعني في شؤون الموظفين شخص في الشركة هذه يعني مقرب لي، اضطريت إني أصالحه قبل ما يجيهم الفحص أو قبل ما أعمل الفحص الطبي. اضطريت إني أصالحه، يا فلان أنا حبيت أصالحك بشيء، أنا مصاب بكذا وكذا وكذا، وحاليا القرار الجديد المواطنين لازم ينضمون لهيئة المعاشات وفي فحص طبي. قال لي صحيح. قلت له أنا مصاب بهالشيء، يعني على الأقل في ممكن شؤون الموظفين الشخصي تساعد معي أن هالخبر ما ينتشر، أنا على أمل هالشيء وصار لي معاهم 3 سنين وزيد. قال لي عيسى عطني فترة كم من يوم وبرد عليك. قلت له بس أرجوك ما تناقش حد. قال لا أنا بفكر في طريقة إن شو أقدر. انصدمت، جاني عقب 3 أيام قال لي عيسى قدم استقالتك. قال لي مو بأنا اللي أطلب منك، قال لأنك أنت صديق وما أبغي تنحط في موقف يعني محرج أو أنت موقف تتحطم منه، ما بقدر أنا أخش الشيء هذا، وإذا أنا أعلنت الشيء هذا عن في الشركة أو عن أي مدير بينتشر الخبر، أنت بتضطر يعني أنك أنت تقدم استقالتك، يعني بكرامتك أحسن. والله سمعت الكلام، وبداية صدور هذا القرار من هيئة المعاشات أنا حسيت الموضوع، لأن أنا في مشكلة أعرف يعني سبحان الله حسيت له، فاضطريت إني أقدم على القرض. بس طبعا شوي برجع عن هالموضوع. قبل لا اتعين في هالوظيفة طبعا قدمت وظائف عدة كثيرة، دوائر الحكومية يعني تقريبا اغلبيتها قدمت، بس المشكلة اللي تواجهنا وين؟ الفحص الطبي. الفحص الطبي يكتب لك فيه لائق للعمل، بس المشكلة الكبرى انه وين يحط لك لائق للعمل بس في ملاحظة مريض بالإيدز. طيب كمل جميلك وشيل هذه، إذا أنا لائق للعمل أنت، أنا ما أطلب، مع أن الفحص الطبي يعني ينكتب فيه يعني المسمى الوظيفي، الجهة اللي رايح لها الفحص، هل الزواج، المسمى الوظيفي، يعني إذا لقيت المسميات الوظيفية حساسة مثل التمريض وغيره مش مسموح فيها المرض، من حقك أنك تذكر. بس إذا يعني الشغلات إدارية وأنت تعترف أني أنا لائق للعمل ولائق صحيا، ليش تحط لي هالملاحظة؟ على مجتمعنا الحالي هالملاحظة إذا تحط لي للسوبر ماركت إذا أنا أدخل فيها ما بيستغلني. طبعا نرجع أن نتوجه للقرض لأني أبغي أعيش الأسرة اللي عندي، عندي أسرة أعيشها، فتوجهت أن سوي لي مشروع الحل الوحيد، لأني ما بواجه لا أحد بيسألني عن فحص طبي، ولا بضطر أني أواجه مسؤولين وأحط نفسي في موقف محرج، أنا فيني وأنا فيني وفي الآخر أواجه الصد، يعني أكون كافي خيري وشري مين مدخول. وفعلا الله فتحها علي ألين تقريبا سنة 2009 واجهتني مصاعب اللي واجهت الناس كلهم، الأزمة اللي في السوق وغيرها، الأوضاع المالية وهذه، راح كل شيء، تخلفت وراها بدل المشكلة مشاكل، صرت بدال المرض ملاحق قضائيا، علي ديون، وفوق هذا المرض وأسرة.
فما في مجال يعني وين اتوجه؟ اتوجه لمن؟ الحمد لله والشكر اوكي. الحين احنا مطلوبين قضايا، نزل قرار الديون، نسأل عن طريق الديوان، فالحمد لله هذه مشكلة بتنحل. لأن أنا حالي حالك أن شملك أنت المكارم اللي تجيك أنت تجيني أنا، تجيني أنا، بس شو الفرق أن أنت تقدر تستفيد منها أنا ما أقدر أستفيد منها، هذا هو الفرق اللي بيني وبينك. أنت تقدر تستفيد أنا وانت. طلب مني البنك جلب أوراقي، فشرحت للبنك أن أنا مطلوب جهات ثانية تجارية وأشخاص اللي نزل قرار البنك. لاني مو مشكلة، هو أمر الديوان أن تسلم الأوراق لنا نحن ونحن نخاطبهم، بس مطلوب شهادة راتب عشان يستقطع مني. طيب هل قلت للبنك أنا أن أنا ما أقدر أشتغل حاليا؟ حاليا أنا ما أقدر أشتغل في الوقت، السبب عندي مرض. طلب مني شرح المرض، هل أنا ملزم أني أشرح لموظف بنك عن حالتي المرضية؟ طيب يا جماعة في مجال ثاني غيره؟ قال لي الديوان يعطيك مهلة 6 شهور. طيب جزاه الله خير، خلي يعطيني مهلة، أنا بتوجه للديوان بشرح الوضعي، أهم شيء يأخذون الأوراق توصل للديوان. هذا الكلام من شهر 1 لين اليوم البنك يخاطبني ما قدم الأوراق، قال لي والله ما في شهادة راتب. طيب أنت 6 شهور تتلاعب فيني ليش؟ اتوجهت لجهات أخرى. يا جماعة الخير أنا وضعي كذا كذا كذا. طيب قدم في الطلب، طلب تقارير طبية وكل شيء، أرفقت بالطلب. يعني للأسف أنها توصل لموظف معين وتوقف، يعني كأني يكلمني بلسان أشخاص أخرين، يعني آخر يعني يقول لي ما يمشي وما يعفيك. طيب أنت أعمل فيني خير وصل أوراقي، أنا اللي أبغي أوصله، بس اللهم أبخل كلمة اللي أبغي أوصله. يا جماعة الخير أنا الفرق اللي بيني وبين المواطن أني أنا ما أقدر ألاقي وظيفة، هذه الكلمة اللي أنا أبغي أوصلها. هذا المرض صار لي عائق، يعني حطني بدال المشكلة في مشاكل، بدال المشكلة بعد كانت مشكلة المرض والوظيفة، صارت مشكلة الديون، صارت مشكلة القضايا، صارت مشكلة أحكام، يعني انسدت كل البيبان، والسبب الرئيسي هو المرض. لو أنا كنت من سنة 2006 2007 كنت على وظيفتي عايش عيشة هنية مثل أي شخص يخطط حياته المستقبلية بناء على راتبه ودخله، الحمد لله كنت بكون بخير، بس هذا قضاء الله وقدر أنا ما برجع فيه. لكن هذه المشكلة، المرض هو يخلينا نحن نتوجه لأشياء، يعني نغامر في أشياء مثل المغامرات اللي أنا غامرتها، مضطر لأني أنا أبغي أعيش أهل، أبغي أعيش نفسي. فيرجع السؤال هذا، في ناس يتسألون عن هالموضوع يقول لك ليش يتزوج؟ بالعكس أنا اللي أقول اللي حالهم مثلنا الزواج أحسن له، أستغرب لأن هذا إنسان طبيعي حامل للمرض، يعيش لو الله أعطاه 100 سنة عمر يعيشه، يكون مستور مع واحدة مصابة ساتين عن نفسه، الحمد لله في العلاجات الأدوية، أطفالهم غير مصابين سنين، فهذا أستغرب بالعكس.